أحسن الله إليكم. نستقبل هذا الاتصال من الأخ خالد من شقرة. نعم. السلام عليكم يا شيخ. السلام. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل بالسؤال. يا شيخ سلمك الله، هل يجوز الخط من زوجته أشوف الشرعية؟ طيب سؤال آخر يسأل عن النظرة الشرعية، بارك الله فيكم، للخاطب. النظرة الشرعية للخاطب أن ينظر إليها بحضرة محرمها ولا يخلو بها، وينظر أيضا إلى ما يرغبه فيها من النظر إلى وجهها وشعرها وكفيها، يكون هذا بحضرة والدها أو محرمها. نعم.